رايحه تالته اعدادي. لا اقول له ان احنا مش بنخافش، اقتل فينا زي ما انت عايز، هننزل وهنزيد، احنا ما بنخافش وثابتين على موقفنا. هو ايه؟ احدى الحسنين، يا اما النصر او الشهاده، ما لهمش بديل تالت. واحنا مش هنمشي من الميادين غير لما كل المطالب تتحقق، برجوع الرئيس محمد مرسي وبرجوع الشرعيه لينا تاني ورجوع الدستور ومجلس الشورى. احنا ما قعدناش سنه حريه عشان هو يجي يمحيها بجره قلم، مش هنسمح ابدا ان حريتنا تاني تتشال. احنا خلاص تعبنا، حكم العسكر تاني. لا لا، كلنا مشاريع شهاده، كلنا مشاريع شهاده. انا مش خايفه من الرصاص، عايز يضربني ينشن على قلبي، عايز يضربني يجي ينشن على قلبي. انا مش خايفه من حد، احنا مش خايفين من حد. اذا كان خطف ذهني معناه وقفي مع الشرعيه ومع الحريه، فانا افتخر اني اكون مخطوفه ذهنيا. نعم.